السلام عليكم خالد، ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم باذن الله فيديو جديد وراح يكون مقارنه بين ثلاث نسخ من ريدمي 9 واللي هما ريدمي 9 وريدمي 9 سي وريدمي 9 مقارنه راح تشمل اهم اوجه الاختلاف وصول لما ذكرتهم واللي هما نفس وسعر كل واحد منهم وشكون الافضل في الثاني. وكل عاده اذا استفدت خلي لايك واشتراك. نبداو بالاختلاف الاول واللي هو الكاميرا الخلفيه. ريدمي 9 يجيب 4 عدسات، اما ريدمي 9 سي ياتي ب 3 واحده بس راح تكون قادره على تصوير فيديو ب 60 اطار في الثانيه عكس الاخرين اللي راح يكونوا ب 30 اطار في الثانيه. اما الكاميرا الاماميه في ريدمي 9 تجيب بيكسل. اختلاف ثاني في الشاشه، دقه الشاشه في ريدمي 9 راح تكون فول اتش دي بلس بكثافه بيكسلات 395 بيكسل لكل انش، اما في ريدمي 9 او ريدمي 9 سي راح تكون اتش دي بلس 266 بيكسل لكل انش. الاختلاف الثالث راح يكون في المعالج. ريدمي 9 جاب معالج هيليو جي 80 وريدمي 9 جاب هيليو جي 25، اما ريدمي 9 سي جاب معالج هيليو جي 35. الاختلاف الرابع راح يكون في مساحه التخزين الرام. ريدمي 9 جاء ب 3.64 جيجا بايت في الرام، اما التخزين جاء ب 32.64 جيجا بايت، اما ريدمي 9 جاء بنسخة واحدة واللي هي 2 جيجا في الرام مع 32 جيجا بايت روم. نروح لريدمي 9 سي، متوفر بنسخة 2/32 جيجا بايت و 3/64 جيجا بايت. الاختلاف الخامس واللي هو اختلاف بسيط في البطارية وراح يكون فرق 20 ملي امبير واختلاف الشحن السريع. خاودي هذا الفيديو يشمل كل الاختلافات والفروق، وبطبيعة الحال راح يكون تفوق ريدمي 9 وفي المركز الثاني جي ريدمي 9 سي واضعفهم من ريدمي 9 ا. بالنسبة للسعر، سعر ريدمي 9 راهو 69.5 وسعر ريدمي 9 سي راهو 33.8 نسختها 64 جيجا بايت وريدمي 9 ا راهو 2.8. هنا يكون خلاص الفيديو، ما تنساش لايك اذا استفدت واشتراك، والسلام عليكم ورحمة